طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقوا منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتقل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. اهو لك تاني، يا ابو دماغ تتقل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا عمري حش عنك حاجه. لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش في قلبك رحمه؟ لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟ شايفة الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ اه ضربالنا راسك بمية اكسجين وعاملها لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما انا ماشية، يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وانت جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفطة؟ اه اتفضل. سيف. ايه؟ اكيد اسم جايدة عليكي اغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت؟ عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراه. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده تأسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لما اخذ كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق،
هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، إحنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوة. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني إحنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح إيه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. أنت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معرفش. معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا بتخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه ما عليكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوه يلا يا جماعة نسرق، I'm so excited. يلا بينا. يلا على المركب. يلا. مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعالى يا ابني تعالى. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني نزلني. تعالى يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي انا اللي تقع على وشك. هي دي؟ اه. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب. تعالى تتابعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف.
تشدوا سكينة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجول بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكوا نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبصوا انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضة فلوس وانت اللي هتخشي تسألي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير، خد الشايفه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهواء. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. I guess حاجه عيب.